Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kulli niyatin salihah li ridhaillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ولا أني وسمي وجودي وذريتي وأهل بيتي ولمن دخل في بيتي أجمعين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رؤيا أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وعلى كل نسب كلين وإلى أرواح أبينا وأبينا آدم ومن حواء وتناسل بين إلى يوم الدين كل شيء لله إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا ومولانا وأئمتنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وإلى باقي الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا ومولانا وأئمتنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وإلى باقي مخلصين وعلمة العديس المفسرين وزائر السلاة الصوفية ومحققين وإلى أرواح كل ولي وولياء المسلمين والمسلمات بمشارق الأرض إلى المغرب ومن يد شمالها وصوصاً إلى الرسلين الأولياء ذات العظم سيدنا الشيخ القاضي الجيلاني وسيدنا الشيخ القاسم من جولاي البغدادي قدس الله سيرهم العزيز والسليم والفريم كل شر الله الأم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقال لنا إنك بلاد خير كل شر الله الأم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى المغرب ومن قبل إلى قبل من لدن آدم إلى يوم القيامة في بر وبر خصوصا إلى الروم كسبة الكرامة خصوصا إلى الروم. كل ولي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه كل شر الله الام الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيلقون ما هم فيهون وجعلنا من بين أيديهم سدا خافيهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أغلالتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب بشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فضل اللهم تعالى أصحاب القرية نجاها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم إلا أن تغطوا لنا لجمناكم ولسمناكم منا عذاب أليم. قالوا طائنكما كما إن ذكرتم بل أنتم كما مشركون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسركم أجرا وهم مهتدون وما يعلم الذين فطرني وإليه ترجعون. أتيت من دون آلهة للرحمن بدل لا تبني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون كيف أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لهم وجعلني من المكرمين.
ويتلوم الأرض الميتة تحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون جعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكل من الثمار وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون ويتلوم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولقد قدرنا منازل حتى عاد ولكم ولقدرنا منازل حتى ذاك الرجل يقول لا شمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ويأتي له من حملنا ذرية في الفلك المشحون خلقنا له بمثل ما يركبون وإن سنكركم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إن رمة من رمة عن الرحيم وإذا كلمتكما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا كيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطيعوا أشهوا أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في أخف السور فإذا هم من الجنة إلى ربهم سالمون قالوا يا ويلنا من بعثنا من قبلنا هذا وما درهم ولا وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا إلينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفسكم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن سبل الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولما ينتهون سلام قال من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون افسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن ناكس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا شيئا ينبغي إلا إن هو إلى ذكر القرآن مبين لينذر من كان حيا حيث القول على الكافرين أولم يرى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون ويعلنون ولو يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يريد ما هو ظالمين قل هو الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من أشد أخضر نارهم فإذا أنتم منه توكلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمر إلى رد شأن أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أن الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أن الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أن الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ونك الناس إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم وسلم على تمام سيدنا محمد الذي تنحر منه القدوة وتنفرج منه الكرة وتقضى بلا وإذن آدم الرغيب ويسن الخواتيم ويتسلم بوجه الكريم وعلى الوصول في كل لغة ونفس بيد لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم وسلم على تمام سيدنا محمد الذي تنحر منه القدوة وتنفرج منه الكرة وتقضى بلا وإذن آدم الرغيب ويسن الخواتيم ويتسلم بوجه الكريم وعلى الوصول في كل لغة ونفس بيد لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد
الذي تنحمل قد وتنفرج الكرة وتغتمر العيد وتنادو برغي بوشن وخمات وتسمع بوجه الكريم وعلى الوسوى في كل لوى ونفس بير لكل ما نملا سلا الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام على سيدنا محمد الذي تنحمل قد وتنفرج الكرة وتغتمر العيد وتنادو برغي بوشن وخمات وتسمع بوجه الكريم وعلى الوسوى في كل لوى ونفس بير لكل ما نملا سلا الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام على سيدنا محمد الذي تنحرم القد وتنفرج ونكر وتقضى من العيد وتنال برغيب وسن الخوات وتسلم بوجه الكريم وعلى الموسوى في كل لوات ونفس بير لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحرم القد وتنفرج ونكر وتقضى من العيد وتنال برغيب وسن الخوات وتسلم بوجه الكريم وعلى الموسوى في كل لوات ونفس بير لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحمل القد وتنفرج ونكر وتغضى من العيد وتنال برغيب وسن الخوات وتسلم بوجه الكريم وعلى الموسوى في كل لوات ونفس بير لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل القدر وتنفرج القدر وتقضى من العيد وتنال برغيب وسن الخوات وسلم بوجه الكريم وعلى الموسوى في كل لوات ونفس بير لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحمل القدر وتنفرج القدر وتقضى من العيد وتنال برغيب وسن الخوات وسلم بوجه الكريم وعلى الموسوى في كل لوات ونفس بير لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل القدر وتنفرج القدر وتقضى من العيد وتنال برغيب وسن الخوات وتسلم بوجه الكريم وعلى الوسوى في كل لوات ونفس بير لكل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل القدر وتنفرج القدر وتقضى من العيد وتنال برغيب وسن الخوات وتسلم بوجه الكريم وعلى الوسوى في كل لوات ونفس بير لكل معلوم لك اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وكنيك الابيات وبالتائب باليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الإفضال اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتليك الأغيار وبالتائب باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الإفضال اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار وبالتائب باليسار سيدنا ولنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الإفضال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل أول من الأول مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل أول من الأول مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل أول من الأول مقتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو حين قيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض ما عند الله يشفع إلا بإذنه يعلم بين أيديهم الخلق وأمر يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلا ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت ولما كسبت ربنا لا تاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أدن هلا بني أدن بني أدن أدن هلا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم إنه حميد مجيد إنما يريد الله رضا بكم وليس أهل البيت ويتهلكم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد نور الهدى وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد شمس الضحى وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد بعد الرجاء وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد السابقين خلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره ولد من مضى من خلقك ومن سيد ومن ساك منه صلاة لا تستغرق العد ولا تحيط بالحد صلاة لا غايتها ولا انقضها صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا ونبي منكم لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم إلهي أنت وسيدي ولدك المطلوب يعطيني محبة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الذي سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين امين اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نهايته المنزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وذكرك لعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل عوثنا ثواب ما قرانا من القران عليه وما حضرنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية وسلة وبركة شاملة ورحمة نازلة الى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس بشره ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شرق الأرض والمغرب يا كبار يا بارية خصوصا إلى روح ثم آبائنا وأماتنا وجلدنا من خصوصا من اتبعنا ها هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة اللهم اغفر تعالى قبول من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبركة من القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.